important in Tunisian, in German language, in African languages, and this and the type of the strength of the style of ideology and so on and so forth, which one of those important points to show is that you can. قول لي حضرتك المرصد هنا بيرصد ايه بالظبط؟ حضرتك هنا المرصد اسمه مرصد الازهر للغات الاجنبيه لمكافحه التطرف. فاحنا هنا متخصصين في مكافحه التطرف، مكافحه الافكار المغلوطه والمشبوهة عن الاسلام وعن التطرف، مكافحه داعش، متابعه اعمال وتفجيرات والهجوم الارهابيه من قبل داعش في مش في مصر بس، في طبعا في جميع انحاء العالم. لان حضرتك هنا انت شايف ان المرصد مجموعه من اللغات. كام لغه تقريبا؟ هنا حوالي من 11 ل 12 لغه، لان في لغات حديثه بتدخل يعني المرصد بتاع. طبعا في انجليزي وفي فرنسي وفي فارسي وفي اردو وفي صيني، اللغه الصينيه. انت حضرتك مترجم ايه؟ لغه صينيه. تمام. فاحنا بالنسبة للصيني متخصصين في منطقة في الصين اسمها طبعا يعني متابعة المسلمين كلهم في الصين، في مناطق الصين. الصين فيها حوالي ما يقرب من 35 مليون مسلم. طبعا احنا بنتابع هناك اخبار المسلمين، بنتابع هناك انضمام الصينيين لداعش، لان مؤخرا في اعداد كبيرة من الصينيين انضمت لداعش في سوريا والعراق، لكن الصين كدولة ملهاش تواجد، او داعش ملهاش تواجد في الصين، لكن بينضم اعداد كبيرة جدا من الصينيين لداعش بره الصين. تمام. فبالتالي بيدخلوا الصين ويعملوا اعمال ارهابيه واعمال في الصين. طبعا في احنا هنا بنتابع منطقه اللي هي اغلبها مسلمين، اللي هي تسمى تركستان الشرقيه، واللي هي كان في عليها ضجه، اللي هم الطلاب اللي اتقبضوا عليها من حوالي يومين او ثلاث ايام، كانوا هم الطلاب من المنطقه دي، بتسمى باللغه الصينيه سينجيانغ، لكن هي مسماها القديم تركستان الشرقيه. وسينجيانغ باللغه الصينيه تعني الحدود الجديده. المنطقه دي متركز فيها كميه كبيره من المسلمين، فبنتابع احداثهم ومدى ممارسه العقيده وحريه ممارسه الشعائر الدينيه هناك من صلاه وصوم، وان ما فيش اضطهادات من قبل الحكومه الصينيه ليهم او في. فطبعا كل ده بنرصده من خلال الرصد اليومي للاخبار والمواقع الصينيه.